بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أكلمكم في موضوع بعنوان جزء من آية بتقول الخوف له عذاب. الآية دي ذكرها القديس يوحنا في رسالته الأولى: لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج، لأن الخوف له عذاب أو يصاحب بعذاب. أما من خاف فلم يتكمل في المحبة. طبعا كلكم عارفين كخدام في نوعين من الخوف، زي ما في نوعين من الفرح، زي ما في نوعين من الحزن. أغلب المشاعر في منها نوع روحاني يمشي في خلاص النفس، وفي نوع نفساني أو أرضي يؤذي النفس. الخوف هنا خوف مش روحاني، لأن الإنجيل بيوصينا بالخوف. المسيح قال أريكم ممن تخاف، قال لنا خافوا من السماء، خافوا من الدينونة، خافوا من ربنا. فالخوف المقدس مش هو ده اللي له عذاب. يعني لما تكون واقف في القداس وفي خشوع وخوف ورهبة، ده خوف جميل، ما تحسش بعذاب، بالعكس تحس بعزاء. لما تيجي كلمة من الإنجيل تخبطك توجعك، ما تحسش بعذاب، تحس براحة نفسية، بس خفت. ففي خوف مقدس. إنما ده مش موضوعنا النهاردة. موضوعنا الخوف العادي اللي تقريبا ما حدش فينا لسه تخلص منه 100%. عارفين ليه؟ الآية بتقول لنا كده، بتقول لنا ما حدش هتخلص من الخوف الأرضي ده 100% إلا لما يوصل لكلمة إيه؟ المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج. كلنا عندنا درجات خوف، خوف على نفسك، خوف على أولادك، خوف من بكرة، خوف من المرض، خوف من الموت، خوف في أشكال كتيرة. كل ده خوف مؤذي متعب له عذاب. مش ممكن تبقى مرتاح قوي داخليا وانت عندك خوف زي كده. لما عدت علينا أيام صعبة في البلد هنا كان في خوف، مش كده؟ لأنه كانت الأخبار مش مريحة، مزعجة. إنما اللي كان فينا حبه لربنا أعلى من غيره، كان الخوف بسيط أو لكاد يكون مش موجود. لكن اللي كان حبه على قده شوية وقليل، كان الخوف صعب أوي. تعالوا نعيش مع فكرة الخوف شوية، إزاي نتخلص من الخوف الذي له عذاب. أولا الخوف ده داء العصر، مفيش بني آدم على الأرض تقريبا ما بيخافش إلا القديسين الكبار اللي قلبهم خلاص اتملى حب، حب لربنا وحب للناس. المحبة الكاملة إيه؟ تطرح الخوف إلى خارج. إنما حاليا الدنيا كلها مليانة مخاوف، وأصبح الخوف ده لوحده يعني إيه؟ عنوان من المشاكل المرضية والنفسية. الخوف ده بقى بياخد تعبيرات كتير، احنا مش هنشتغل دكاترة، لكن مثلا القلق وكل المتاعب النفسية ما هي مرتبطة بالخوف. الاكتئاب مرتبط إلى حد كبير بالخوف. في ناس بسبب الخوف بتاخد قرارات، يعني في واحد خايف فبيهاجر. طب هو الخوف الزيادة ده خلاك تاخد قرار ممكن ما يكونش كان أحسن حاجة. أو واحد يعني يدخل نفسه في شهادة تأمين عالية قوي من الخوف ويفضل يدفع أقساط جامدة، ليه؟ أصله خايف، قال لك الشهادة دي إيه؟ تعالج الخوف، ما بتعالجش. في واحد بسبب الخوف ممكن يوصل يقول لك بلاش نسافر، بلاش مش عارف إيه. إذن في قرارات بتؤخذ بناء على الخوف. كمان الخوف معدي، يعني الشخص الخواف بيهز الناس اللي حواليه. بعد شوي ممكن الناس تتعدي، فيبتدي الخوف يعني يلعب في ذهنهم، يعني الناس كلها خايفة من الغلا. فيبقى واحد ما كانش على باله، وبعدين من كتر ما سمع الناس ابتدى يحسبها، الله طب ما هو فعلا الفلوس اللي معايا دي ما تكفيش بكرة. يبتدي بقى بالعقل كده، هو ما كانش بيخاف بس جات له العدوى. في واحد ملوش في الخوف من العجز والمرض، وبعدين ابتدى يشوف اللي حواليه بيحصل لهم مشاكل صحية من السن، ابتدي الخوف يدخل قلبه. فالخوف معدي. عموما الخوف بيضيع علينا أجمل ثمرتين في الحياة الروحية،
بيعطل المحبة وبيعطل السلام. اللي عنده خوف فقد سلام. طبعا السلام هو عكس الخوف. لما الواحد يبقى جواه سلام معناه ما فيش خوف في قلبه. وطبعا كلمة سلام دي احنا طول النهار نقول اكتر كلمة نستخدمها في الصلاة، سلام ليكم، سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، السلام السماوي النازل من السماء، كلنا بنتكلم عن السلام. لكن للأسف الخوف يكاد يكون اقرب من السلام. ايه اسباب الخوف؟ اول اسباب الخوف للأسف بيتزرع في الطفولة. الخوف من التربية، أغلب التربية الشرقية مش حكيمة قوي فبتزرع خوف. لأنه مثلا لما يكون الجو بتاع الأسرة مفهوش ضحك وحوارات هادية يطلع الطفل خواف. ليه؟ محدش كان بيسمعه وهو صغير، محدش كان بيحكي معاك فيه. على فكرة الطفل لما يحكي كتير يطلع عنده ثقة بنفسه، ما يطلعش خواف. لكن أغلب الأطفال من كتر الجري اللي احنا فيه في الزمن ده مش بيلحقوا يحكوا، ولما يجي يحكوا محدش سمعهم. فهنا غياب فرصة الحوار والحكاوي بتعمل قلق في الطفل، تبتدي الخوف جوه قلبه. طبعا من أصعب الصور اللي يشوفها أي طفل إنه يحس إن الكبار مش بيحبوا بعض. دي مرعبة، مش بس تحط خوف، دي تعذبه طول عمره انه شايف بابا وماما مش بيحبوا بعض او بيغلطوا في بعض، بيزعقوا في بعض، هو مش فاهم السبب. انما ده بالنسبة له على طول يترجم الى رعب، لانه اقرب الناس ليه ممكن يسيبوا بعض او ممكن يموتوا بعض، مخه بقى يودي ويجيب. كمان الكلام السلبي، يعني للأسف كتير من الآباء يميلوا للنقد ويقول لك أنا عاوز ولادي أحسن حاجة، فتلاقيه أغلب الوقت دايما مش بيشجع، بيقول له ما عملتش كده ليه، يا إما بيزعق يا إما بينقد يا إما بيقول كلام سلبي، بيشاور على غلطة. من كتر المشاورة على الغلط يتربى رعب خوف، لأنه معناها أن أنا مش مقبول من الناس دي، معناه ان انا مش عارف اعمل الصح، معناه ان انا مش ناجح. فكل ده يخلي الطفل يبتدي جواه خوف. خلي بالكوا الخوف اللي يدخل في قلب الطفل يستمر بقيه حياته الا بعلاج روحي مكثف زي ما هنشوف، لكن مش سهل. يعني بالعكس لو طفل طالع في بيئه يعني مسيحيه قويه ده اسهل يعيش في سلام بقيه عمره. يعني كمان في الطفوله بتحصل صدمات مثلا الأم تغيب فترة طويلة، الأب يغيب فترة طويلة، يحصل مرض حد قريب، يحصل حالة وفاة، تحصل حادثة. الصدمات دي كلها بتحط فزع في قلب الطفل، ممكن على فكرة الطفل يخطيها لكن بتبقى سايبة جوه حاجة. لو ما تعملش معاملة مظبوطة زي في حتة كده جوه مقفول عليها تطلع مع السنين، لأنه ما تعالجتش صح. فياما صدمات، ممكن يكون طفل ضربه في المدرسة مثلا، ممكن حد من الكبار لمسه لمسة غير نقية أو اعتدى عليه بأي درجة تعمل له رعب ويمكن يخاف يحكي. وكل ده يربي جواه خوف، والخوف يستمر ويزيد مع الأيام. كمان الإهمال. الإهمال من أقصى أنواع التعذيب للأطفال. لما الواحد يتجاهل الطفل، ينساه أو يسيبه يزن فترات طويلة ويكون يعني طفل طبيعي مش زنان يعني زيادة، الإهمال يجرح جدا الطفل البريء الطيب البسيط ده، ويسيبه خايف لأنه بيشعر أنه بلا قيمة وأنه بيتمنى الموت في اللحظة دي. العنف بكل أشكاله بيخلق خوف. طبعا الأفلام اللي ساعات يشوفوها أو الأخبار، كل ده أنا بتكلم لسه على الخوف إزاي يتولد، إنما احنا هنتكلم عن خوف الكبار، أنا مش بكلم أطفال. كمان لما حط الطفل في تحديات صعبة، الامتحانات دايما صعبة، التفوق بقى صعب، والضغط بتاع الواجبات صعب، وفي نوع من التحديات اللي ايه فوق طاقته، وهو طالب متوسط، لكن المطالبة بالتفوق على طول مرهقة نفسيا، بتربي جواه برضو نوع من الخوف والقلق. كمان
السفر والتنقل الكتير، يعني فجأة الأب بيجي له شغل فياخد عياله يسافروا، يا دوب يتعرفوا بأصحابهم في المدرسة ويعملوا علاقات ياخدهم ويسافروا تاني. عدم الاستقرار ده وتغيير الظروف الكتير مع سن صغير بيعمل نوع من الخوف وعدم الأمان. من أسباب الخوف بقى خبرات شخصية، يعني مش بس التربية في الطفولة. كل نوع من الفشل ولو جزئي بيضيف حتة للخوف. يعني مثلا شاب اتقدم لبنت وبعدين رفضته عادي، إنما ده بالنسبة له مخوفه يتقدم للي بعدها ولا هيترفض. شاب دخل على امتحان منجحش، بيبقى مستوى الخوف وهو داخل تاني مرة أعلى. شاب اشتغل شوية وترفض من شغله، إحساس إنه ممكن يترفض تاني مربي جواه نوع من الخوف. إذن الإحباطات والفشل بأي درجة بيزود الاستعداد للخوف. تاني أنا بناقش قصة الخوف له عذاب، كل اللي بحكي فيه ده عذاب، لو فكرتوا فيه ده عذاب داخلي. كمان الضعف الجسدي أو النفسي، ما يكون شخص حاسس إن جسمه ضعيف، في مرض، في إعاقة، نظره ضعيف زيادة، وشه فيه حاجة باينة مش مريحة، الحتة دي مخوفة لأنه مش عارف الناس هتقبلها ولا لا، وعاوزة ثقة بالنفس زيادة تغلب الخوف اللي جواه. فقدان الهدف بيدي خوف، يعني كتير من الشباب في الزمن ده ما عندهمش هدف، مش عارفين عايشين ليه، وده للأسف بيعمل خوف، بيغطوا عليه بالفيسبوك بقى وبالإدمان وبالجيمز وبالحاجات دي، بيغطوا على شعور بالخوف لغياب القيمة والهدف، فيش معنى لحياته، فحاسس انه مرمي كده في الهوى بلا معنى. الخبرات الشخصية كمان اخبار السياسة والاقتصاد، يعني للأسف العالم يميل دايما ان يقول الاخبار المفزعة، طبيعة الميديا كده، طبيعة الجرايد عشان تتسوق لازم تنزل بخبر قتل مثلا، خبر حرب، خبر عشان بس الناس تشتري يعني، واي واحد هيقول خبر عادي ما حدش هيبص عليه، فلازم يقول خبر مفرقع شويه. فطبعا من كتر الاخبار المفرقعه، واحنا دلوقتي مش في زمن الجرايد، زمن الانترنت، فيعني كل الناس ممكن توصل لها الاخبار واغلبها اخبار مش مريح. طبعا كل وسائل التواصل حاليا مجال لاثاره المخاوف، لانه كتير من الاشاعات تطلع بدون سبب والتهويل، والخوف بقى من تشويه الصورة، الخوف من السمعة، الخوف من كلمة تنتقل من لسان للسان وتلخبط الناس، كل دي بتخلق مخاوف ما كانتش موجودة. من أصعب أسباب الخوف الخطيئة، الخطيئة مرتبطة بالخوف، لأن اللي بيغلط دايما خايف إنه يتفضح، دايما خايف إنه هيتعاقب على خطأه، دايما مرعوب من ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. الحتة دي بتزود جدا الخوف، فوجود أخطاء، وطبعا لو ما كانش التوبة كاملة والاعتراف موجود، ده الموضوع بيزيد جدا جوه النفس ويبقى الخوف قاتل. يعني البعد عن ربنا عموما طبعا هو المجال الأول للخوف، لأن ربنا هو سر الأمان الحقيقي، هو الحصن، هو الصخرة، هو الملجأ، هو المسؤول. هو لو ربنا بقى مش في الصورة كفاية، طبيعي الإنسان يبقى تعبان نفسيا ومضطرب. مش مريح، أنا ليه قصدت أتكلم في الموضوع ده، أنه إحنا كخدام المفروض بنحب ربنا وقريبين لربنا، ما يكون الخوف في حياتنا عالي يبقى في حاجة غلط، لأنه المفروض أن إحنا لما تكون عندنا سلام وثقة والخوف قليل، الناس تشتهي تبقى زينا عشان تعالج الخوف، لو لقونا بنخاف زيهم طب يعني ايه قيمة التدين بقى على بعضه؟ يبقى التدين مرضي او تدين مش حقيقي. الخوف له عذاب، ليه بنقول كده او ليه القديس يوحنا قال كده؟ لان لو فكرت فيها ابسط شيء، ان اي شعور بالخوف يمنعك من التمتع باللحظة. فكر فيها كده، انت النهاردة قاعد دلوقتي في كنيسة تسمع وعظة وهتصلي، لحظة جميلة، لو فكرة فيها خوف في دماغك انت مش عارف تستمتع، و
وانت مروح في السكة ممكن تبقى مبسوط لانك صليت وجيت الكنيسة وفرحان، لكن لو انت خايف في السكة يبقى الطريق ده بدل ما يبقى ممتع بقى طريق فيه قلق، بقى فيه خوف. يجي بالليل، بالليل ده ربنا قاعد معاك تقعد تحكي معاه وتنام نوم سعيد. لو الخوف لعب بدماغك بقت الليلة بتعدي بالزق. واضحة الفكرة؟ اذا الخوف له عذاب، طالما في خوف بأفكاره بمشاعره يبقى في وجع، في تعب، في عذاب. بينما العكس بقى لو ما فيش اي نوع من الخوف انت بقيت طفل مستمتع بحياتك طول الوقت. كمان حتى الانجازات، يعني ناس كتيرة مش عارفة تستمتع بحياتها الطبيعية. مثلا زوج مش مستمتع انه متجوز، اب مش مستمتع انه اب، ام مش مستمتع انها ام، موظف كويس مش مستمتع بشغله، خادم عنده خدمة مش عارف يستمتع. حتى الانجازات بتفقد متعتها بسبب الخوف، بسبب القلق. بينما لو ما فيش اي نوع من القلق والخوف كل حاجة في حياتنا هتبقى نعمة من ربنا وتبقى جميلة وتبقى حلو. كمان بسبب الخوف ده او الخوف له عذاب، الخوف يحدف ورا او قدام. يعني لما يكون في خوف قريب لقلبك تلاقي دايما يستدعي ذكريات من الماضي او مخاوف على المستقبل. ما هو شيطان الخوف ده مزعج جدا، محبش يشوف واحد مبسوط. فكل فكرة قديمة، خبرة سيئة تجيب خوف يقلبها في دماغك طول الوقت. ده اللي سميته الكنيسة تذكر الايه، الشر الملبس الموت، لان حالة الخوف اقرب لحالة موت. فتلاقي دايما الحوادث الوحشة، الخبرات الوحشة، الاخطاء الوحشة. طب ما دي معناه انك انت مش عارف تعيش، لانك عشت في مخاوف الماضي. يضاف عليها بقى مخاوف المستقبل، بكرة هيحصل ايه؟ بدل ما تقول بكرة نروح السماء ونشوف القديسين والملائكة ونفرح مع المسيح لا لا لا، بكرة ده هيحصل، وتبتدي بقى تتخيل اي حاجة تضايقك وتقلقك. كمان العذاب يزداد لان الخوف يخلق نوع من المشاكل الاخرى، سوء الظن مثلا. اللي عنده خوف في قلبه يبتدي يشك في الناس، لما الخوف يزيد يبتدي يقلق من الناس، يتوقع الناس هتغدر او يخاف عليهم هما بزيادة. فاصبحوا الناس اللي هما المفروض نعمة من ربنا في حياته اصبحوا عبء نفسي عليه، يخايف يفقدهم، يخايف منهم. ففي الحالتين خايف لانه اصبحوا عبء نفسي عليه. كمان الخوف له عذاب لانه بسبب الخوف الشديد احيانا العلاقات الطبيعية تضطرب. يعني مثلا زوجة بتعاني من قلق شديد، الحياة جوزها بيضطر يزعق لها في الآخر من كتر القلق اللي عندها. فهنا العلاقة السوية بين راجل ومراته اضطربت. ليه؟ لأنها خايفة عليه بزيادة أو خايفة من الدنيا بزيادة، فهو حاسسها أنها بتبالغ في الوقت اللي هي مش عارفة توقف القلق اللي جواها. فتعليقاتها السلبية منرفزاه. مثلا أم بتخاف على عيالها زيادة، تلاقي ابنها ابتدى يعني يكذب عليه، ما يقولهاش كل حاجة. ليه؟ ماما بتخاف، لو قلت لها هنسافر ازاي ونروح فين مش هتنام، بلاش نقول لها. طب ما هنا العلاقة اضطربت لانه ما اصبحش في صراحة كفاية حرصا او تجنبا للخوف. كمان طبعا لو في خطايا في الظلام، كذبة او غش، او طبيعي الخوف بيبقى معاها وبتبقى العلاقة مضطربة لانها مش في النور. الخوف له عذاب كمان لان اللي خايف ده زي اللي بيجري، زي ما اقولك بيجري من خياله، هو بيجري جواه. عشان كده حتى في الطب زمان كانوا يقولوا ايه، اللي عنده خوف تبدأ بان نفسه وضربات قلبه تجري كأنه بيجري. تعرفين لما الواحد يجري نفسه يجري وضربات قلبه تجري. في واحد يبقى قاعد بس نفسه سريع وضربات قلبه سريع، طب هو مش بيجري، هو بيجري جواه، هو بيجري في دماغه، هو الخوف مخليه واصل لحالة الجري بس هو مش بيجري. فيبقى عنده بداية الأعراض بقى اللي هي يعني تخلي الحياة كأنها حالة من الجري المستمر بدون قيمة، لأنه الجري طبعا ده بيرهق الأعصاب ويرهق الصحة جسديا ونفسيا. الخوف كمان له عذاب لأن مع
علو فولت الخوف ده، درجة الخوف، الأفكار بقى تخبط في بعض، تلاقي زي موجة عالية في دماغك كده، فموجة عمالة تخبط، فتلاقي مش عارف تسيطر على دماغك. بينما اللي عنده سلام تلاقي المية بتاعته في دماغه هادية خالص، تلاقي نهر كده. لكن احنا جوه دماغنا بحر، الأمواج بتتلاطم فيه، لأن الواحد خايف، فالخوف بيخلي الحالة النفسية دايما فيها انزعاج. طبعا ده بينعكس حتى على النوم. في بعضكم يقول أنا بنام وكأني مش بنام، أو أصحى من النوم تعبان، أو دماغي مش بترضى تهدى حتى وأنا نايم. طب ما هو الإرهاق الدماغي ده نتيجة إنه في خوف، فبيطلع جوه الحلم كمان، فأنت ما استفدتش حتى بنوم يعني فيه هدوء نفسي. الحل إيه يا جماعة؟ الحل القديس يوحنا لخصه في كلمة، قال المحبة الكاملة إيه؟ تطرح الخوف إلى خارج. طبيعي إحنا يعني أنا أتكلم كتير في المواضيع النفسية دي بسبب اللي بشوفه، لكن المرة دي عاوز أركز على العلاج بالحب، لأن إحنا قلنا قبل كده العلاج بالإيمان، الثقة لو زادت في ربنا الخوف يطير. إنما المرة دي القديس يوحنا ركز إن الحب هو العلاج، وطبعا الإيمان يجيب الحب والحب يجيب الثقة. يعني إيه المحبة تطرح الخوف إلى خارج؟ نبدأ الأول بمحبة ربنا. لو اكتشفت قد إيه ربنا بيحبك وقد إيه أنت غالي عليه ومهم عنده جدا، وده يعالج الخوف. ليه؟ لأنه دي الحقيقة اللي بتقولها المسيحية، اللي بتقولها الكنيسة، اللي بيقولها الإنجيل، إن أنتوا كلكم عند ربنا غاليين جدا، أغلى من الملائكة، أغلى من الشمس والقمر، لأن كل واحد فيكم كلف ربنا له المجد تجسده ودمه، فدي حاجة ملهاش تمن. يعني لما تقول لي ملايين، ملايين دي رخيصة جدا جنب تجسد المسيح وفدائه. فلو أنت الفكرة دي واضحة في ذهنك، مستقرة جواك، بتغذيها طول الوقت في كل قداس وفي كل صلاة باكر، هي الكنيسة بتعمل ايه؟ بتشحننا كل يوم بنفس المعنى، ربنا بيحبكوا قوي، بدليل اتخلقتوا على صورته، جه الدنيا عشانكم، مات عشانكم، حطلكوا جسده ودمه، كتب اسمكم في السماء، عمال يزقكم يوم بعد يوم لغاية ما تدخلوا السماء. هي دي الجود نيوز، هي دي الأخبار الحلوة اللي عندنا في المسيحية، هو ده الحجر الأساس اللي احنا عايشين عليه كمسيحي، وإلا ما نبقاش مسيحي. للأسف الجزء ده ساعات ما يكونش واضح في ذهننا ويبقى خفيف كده، يعني مجرد فكرة باهتة، بينما هو ده اللي يطرد الخوف، ان كل يوم تعرف قد ايه انت غالي عند ربنا تقوم تطمن. هيحصل ايه؟ ايه اللي ممكن يحصل اذا كان ربنا بيحبك بجد زي ما انت كده، بيحبك لانك انسان، نقطة، انسان وحش انسان حلو بيحبك، مجرد تقول له انا عاوزك يا رب، الموضوع بسيط خلاص، لان هو ومن الاول موقفه ايجابي. فاكتشاف محبة الله، عشان كده عاوز اطلع بتدريب من اجل علاج الخوف. كل مرة تيجي الكنيسة ادخل بيت ابوك، يعني حس بالمعنى ده، وقف كده اول ما تدخل الكنيسة اقول له انا جيت بيتك، انا وصلت يا رب، انا قدامك اهو، اعمل بقى اللي انت عاوزه بقى، انا مطمن خلاص، انا دخلت الفلك والباقي عليك، اقفل انت الباب علينا وخدنا السماء بعد كده. وكل مرة تفتح الانجيل دور على الرسالة اللي بتقول نفس المعنى، ان ربنا بيحبك، ربنا ليك مش عليك. لان في ناس بتقرأ دايما الانجيل وبتيجي الكنيسة بتدور على غضب الله، لانها هي قارية ربنا بالعكس بقى، بسبب الهسهسة اللي جوه والقلق والخوف والتراكمات القديمة دي، متوقعة ومتخيلة ان ربنا دايما غضبان ورافض. هو مش ده ربنا اللي احنا نعرفه؟ مش ده ربنا اللي اتعلق على الصليب عشان يحضن العالم كله؟ وحتى لو ربنا بيتضايق من الخطية وبيكرهها، بس هو كله محب وبيحب البشر ويحب الأشرار والأبرار، فمش مستنيك تبقى 10 من 10 عشان يحبك،
مفهوم ده غلط خالص. هو بيحبك قبل ما تبقى وانت 1/10 وانت 0/10 برضو لسه محبوب. الشعور ده هو اكتر شعور يطرد الخوف. فالمحبة الكاملة هنا متوفرة في الله. يعني هتقول المحبة الكاملة انا لسه مش بحب ربنا من كل القلب، صح، بس ربنا بيحبك تجاوزا اقول من كل القلب. يعني المحبة الكاملة من ناحية ربنا ليك متوفر، صح؟ حد يقدر يقول ان ربنا محبته ناقصة؟ لا، محبته كاملة. اذا اكتشفت ان الله يحبك حب كامل تطرح الخوف الى خارج، لان الخوف له عذاب. فلو انت حاطط الصليب قصاد عينك طول الوقت وكل ده بيطلع حب، طب خلاص هتخاف ليه؟ هيعملوا فيك ايه البشر؟ ده هو اللي خلقه. وايه اللي ممكن يحصل في الدنيا دي كلها طالما ربنا معاك مش عليك؟ وهيفضل معاك لانه بيحبك، الا لو انت سبته كان هو مش هيسيبك. كل المعاني دي حتى لو احنا سمعناها كتير، هي الحقيقة هي دي العلاج اللي يطرح الخوف الى خارج. خايف على اولادك، ولاده مش ولادك. خايف من المرض، مرض ايه؟ لو جه حاجة معينة هيتبقى عشان بس تظبط الدنيا عشان تدخل السماء. وكده كده احنا مش خايفين حتى من الموت، لان الموت ده هدية. الموت ده ايه؟ الترقية اللي هندخل بيها السماء. فتلاقي مفيش حاجة فعلا حقيقية تجيب خوف الا الخوف المقدس، وده ملوش عذاب. يعني خوفك من ربنا ده حاجة جميلة ومعزية. تاني معنى قرب اكتر. يعني الطفل على فكرة ذكي جدا، اذكى مننا. الطفل لما يخاف يعمل ايه؟ يجري على شخص هو متأكد انه بيحبه بتلقائية شديدة. اي طفل يشوف صرصار مثلا او حد يخده بيعمل ايه من غير ما يفكر؟ كده ريفلكس كده يجري على مامته، على باباه، على جده، على اي حد بيحبه. فتلاقيه جري ولزق فيه. الحقيقة هو ده العلاج، انك انت لو لزقت في ربنا اكتر مش هيبقى في مكان للخوف. انت ليه تفضل فاصل نفسك عن ربنا مسافة؟ يعني المسافة دي هي سر الخوف. ليه المسافة دي ما تختصرش؟ هل تتصوروا انه في طفل متشال خايف؟ لا، ولو ماسك ايد ابوه برضو مش خايف، لكن هيخاف لما المسافة تزيد، او لما الاب او الام او الشخص المحبوب ده بيغيب عن نظر. هنا بقى ايه؟ يخاف. شوفوا التعبير اللي بنقوله في المزمور، ايضا اذا سرت في وادي ظل الموت. شوفوا التعبير، وادي ظل الموت ده لوحده فيلم كده رعب. وادي ظل الموت كلام يخوف، بس كده لا اخاف شرا. ليه؟ لانك انت معي. بدل انت معايا خلاص. ايه وادي ظل الموت يعني؟ مفيش حاجه تخوف. يبقى هنا لما تلاقي خوف في حياتك ايا كان نوعه، خايف من الماضي، خايف من الحاضر، خايف على الفلوس، خايف على الصحة، خايف على العيال، خايف من ايا كان نوع الخوف اللي عندك، هو ده على طول تبقى المسافة كبيرة شوي، ممكن تقرب شوي، ملهاش علاج تاني. مشكلة بقى ان اغلب الناس تعمل ايه؟ تحاول تغطي على الخوف بالمهدئات والمخدرات الحالية اللي على رأسها الفيسبوك والميديا والموبايل والألعاب. بنعمل كده ليه؟ احنا بنعمل كده عشان ننسى الخوف. انما اول ما تقفل الجهاز ده الخوف قب تاني، وهو مطلعش، ما راحش، هو اتغطى عليه بس. زي اللي بياخد اسبرينة وما بيعالجش سبب الصداع، فده عمره ما بيريح. فتلاقي الناس تعمل ايه؟ تزود لعلها تساعد. فتلاقي بعد ساعة فيسبوك خليهم ساعتين، خليهم ثلاث، بقينا مدمنين. والإدمان يعمل إيه؟ بيزود الخوف، لأنك بتفاجأ إن المشاكل زادت ما بتقلش، والعلاقات باظت أكتر، فالخوف زاد أكتر، فتلاقي نفسك دخلت في دوامة عمالة تشدك لتحت. برضو اللي بيجيب فلوس، هو بيجيب الفلوس على أمل تشيل الخوف. الحقيقة الفلوس لما جت زودت بند جديد اسمه ايه؟ الخوف على الفلوس. هي مش ناقصة. يعني كنت خايف على عمرك وعلى مستقبلك، طب جيت الفلوس بقى في كمان خوف على الفلوس، لحسن تروح ولا تتسرق ولا تقل. لكن الفلوس ما عالجتش الخوف.
فإذا ما فيش علاج آخر غير أن في مسافة لازم تعدي، لازم تقرب من ربنا أكتر. عشان كده ساعات إحنا بأسلوبنا البسيط نلاقي واحد عنده خوف نقول له ممكن تزود مزامير، هي مش بالعدد، هي بس الغرض منها إيه؟ ممكن تقرب أكتر شوية، ممكن تتناول أكتر، ممكن تقرأ الإنجيل أكتر، ممكن تسمع وعظات أكتر، وممكن تقول صلاة يسوع أكتر. برضو كل ده مش في حد ذاته هدف، هو معناه ببساطة إيه؟ إلزق أكتر، قرب أكتر عشان الخوف يروح. بدل لسه في خوف يبقى أنت مش واخد جرعة كفاية من الحب، أما المحبة الكاملة إيه؟ تطرح الخوف إلى خارج. ثالث حاجة ماشية مع الخط العلاجي ده، العلاج بالحب. احنا النهاردة علاجنا للخوف بالحب، انك تحب الناس. حب الناس من نفس النوع بتاع حب ربنا. لما بتشارك الناس اوجاعهم، للوهلة الاولى بالمنطق البشري الواحد يتهيأ له ان الخوف هيزيد. يعني تصور ان واحد رايح يخدم مثلا في مستشفى الاورام، يقول لك ده انا هرجع مرعوب بقى، ده انا شفت كل انواع الاورام وكل ايه المضاعفات، ده انا الرعب هيزيد. الحياة اللي بيخدموا الخدمات اللي من النوع ده، لا الرعب مش بيزيد، الخوف بيقل. طب ما انت بتشوف متاعب الناس واوجاعهم، بس الغريب انه ما بتحسش ان الخوف زاد. ولما بتنسى نفسك في الخدمات اللي من النوع ده الخوف بيقل، لان تاني المحبة تطرح الخوف، ودي محبة نقية، دي محبة ما فيهاش شهوة، ما فيهاش أنانية، ما فيهاش مصلحة، فليها دور إيجابي. فكل أعمال الحب العملي المسيحي مع الفقراء، مع المرضى، مع الغرباء، مع المساجين، مع المتألمين، بتنزع الخوف حتى حتى منك. فلما تبقى حياتك كلها خدمة هتلاقي نفسك ما عندكش دماغ تخاف، ولا قلبي خاف، ولا وقت تفكر في الخوف. خلاص ما انت عايش مدي وقتك وعمرك ودماغك الحب اللي حواليك. اذا ده علاج وعلاج حقيقي. وعشان كده تحسوا اللي دخل الخدمة وغرق فيها الخوف قليل عنده، يجوز ما راحش 100% لانه محتاج يقرب اكتر من ربنا، لكن ما راحش 100%. كمان انك تراجع هدفك. هو الخوف بيجي لان الانسان بيبقى عنده لحظات من الاحساس بالضياع، بالحيرة. أنا موجود ليه؟ أنا رايح فين؟ بكرة شكله إيه؟ طبعا الجهل بالمستقبل مجال أساسي للخوف. إنما لما تحط الهدف والرسالة بتاعتك تلاقي الخوف راح. أنت رسالتك إيه؟ بتقول في أبانا الذي ليأتي ملكوتك. الملكوت الهدف تروح السماء. طب ما كل يوم بيقربك من السماء خايف ليه؟ ما أنت كل يوم عاوز. وليأتي ملكوتك يعني الناس يروحوا السماء، يلا اشتغلوا هات الناس السماء. ففي طريق السماء لو انت مركز ما تلاقيش للخوف له مكان. عشان كده كل القديسين تلاقي الخوف الطبيعي ده ما كانش موجود، حتى الاستشهاد كانش يخوف. ليه؟ لان الهدف واضح. لما الهدف بيبقى مش واضح الخوف يزيد. لما تبقى هدفك بس انك تجيب حاجة في الدنيا دي، انت الخوف هيزيد. لانك لو ما جبتهاش متضايق وخايف ما توصلش، ولو جبتها متضايق وخايف لحسن تروح. ففي الحالتين انت الخوف زاد ما قلش. لكن لما الواحد يبقى عاوز يمسك السماء بس هيخاف على ايه؟ مفيش حاجة تخوف. لا جسده هيخاف عليه، ولا فلوسه، ولا اي حاجة. ليه؟ ما عدنا في السماء. يبقى التركيز على الهدف، وده الحب برضو، حب السماء بذاته، محبة الكاملة تطرح الخوف الى خارج. عشان كده أطفال بقوا شهداء، شباب صغير كانوا شهداء. ليه؟ غلبوا الخوف ازاي؟ السماء واضحة. خيرا لما أقول لو صدقت إن ربنا بيسامحك، لأن في ناس كتيرة تحب ربنا وتيجي الكنيسة لكن مش واثقة في الغفران، مش مصدقة إن ربنا سامحها بجد. الموضوع ده بالنسبة لها إيه؟ يعني مشكوك فيه. فيفضل دايما حاسس ان خطيته واخطائه ما تشالتش، واخطائه تهدده، ماشي وراه هتفضحه، فهو حاططها في دماغه زيادة. لو انت مصدق ان الخطايا تشالت وكأنها لم تكن، ودي نعمة حقيقية، مش هتلاقي للخوف مكان.
لأن خلاص مش أنت اللي غلطت، أنت بقيت واحد تاني، فهتلاقي قلبك جامد لأنك صدقت إن ربنا مسامحك بجد. فهنا المحبة تدي الثقة دي إن ربنا اللي حبك بيشيل عنك. تعالوا ننشغل بالآية دي، لأنه كل يوم أنت بتلاقي يعني حتة خوف بتلعبك كده. افتكر الآية اللي بتقول المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج. يا إما أنت مش مستمتع بحب الله كفاية، يا إما أنت مش بتقرب منه كفاية، يا إما أنت مش شبعان بحب الناس كفاية. اشتغل على الثلاثة دول، اتأكد كل يوم قد إيه ربنا بيحبك، قرب أكتر، ما تسيبش حاجة توتر علاقتك بربنا، متع الناس بحبك وتمتع بحبهم. وانت عايش في الحالة دي هتلاقي الخوف عمال يتراجع، وهو اللي خايف منك. لإلهنا كل مجد وكرامة.